بس الحمد لله. وإيهاب لسه كان بيقول لي كمان إيهاب عنده أحمد وإيهاب غير البنات طبعا. عندي دينا وديما برضو. غير دينا وديما، لكن كان بيقول لي الكابتن ياسر إن إيهاب كمان أحسن من أحمد 100 مرة. عشان هو إيهاب واخد ستايل شوية. أنا إيهاب واخد ستايل بيلعب أفراح. لا طيب كلهم طوال طالع اللي خلانه. مش حد قال له واحد القصير. أنت اللي قصير بس يا كابتن. هم طالعين لي خلانهم يعني. بس إيهاب واخد الستايل بتاعي يعني. حتى هو من ناشئين النادي الأهلي. وقعد فترة طويلة بس طبعا وصعد درجة أولى على فكرة مع أعتقد كان مش فاكر مين من المدير. لا مش الدرجة دي. لا كان كارتورون تقريبا. كارتورون صح تقريبا. صعد فترة وبعد كده ما وفقش، راح لعب في بتروجيت فترة المرحلة اللي هي كانت مولد 95 اللي هو كان فيه 3 أو 4 تقريبا يلعبوا درجة أولى تحت السن. أيوه فما كانش ليه نصيب في النادي الأهلي. وبعد كده طلع هو راح لعب في بتروجيت فترة. برضه أنت عارف صدمات ابن فلان بتاع لعب الكرة دي بتبقى أنت مشكلة كبيرة. بتبقى مشكلة كبيرة. فهو خد الصدمات الكتيره قوي بالنسبه له. وبتيجي من سماته الشخصيه. فهو برضو ما هو حتى ما بيحبش يعرف الناس اللي هو ابن فلان. بيحب يعتمد على شخصيته بس. ده اخرته شويه وبالنسبه له. بعد كده هو الوقت حاليا مع في فريق ترسانه. يعني هو الوقت موجود، كان اشتروه من اتحاد الشرطه. انت عارف الممتاز بيه صعب لاعب من لاعبي اتنين غير بيقول لك تفريق طبعا. لكن الحمد لله كان الحاج طارق السعيد ده من الشخصيات المحترمه جدا. انا ما اعرفوش على غير من خلال اتصالات تليفونيه. وانا الحمد لله يمكن لما تسال انا ما بدخلش في حياه ولادي كرويه خالص خالص خالص. يعني مستحيل. يعني اذا مره كل سنتين ثلاثه لو في حاجه كاستشاره. ما انت عارف احنا لعيب الكوره ما نحبش نتدخل ولا احب اعمل بريس. انا اسيب الولد حتى مع الوكلاء لما بيتعاملوا مع اولادي ما اعرفش اي تعامل مادي. والله بكلمك بامان ولا اعرف بياخد ايه ولا بدي ايه. اهم حاجه حقوق الناس ياخدوها بس كده. اهم حاجه عندي يعني انا ما يجيش مشكله. ما بيجيلكش مثلا احمد يستشيرك يقول لك انا هروح الحته الفلانيه مش هروح اعاره طبعا حكام. طبعا دي لا حصل. بس انا كنت مش موافق اللي هو يطلع اعاره من الاهلي. انا فوجئت في قرار احمد اللي هو قال لي انا من خلال المواقع اللي احمد وقع للجونه. طبعا انا كنت شايفه مجاز. فانا شايف احمد فيرود اللي يبقى موجود في النادي الاهلي. دي وجهه نظري. في الناشئين هو كان هداف الفرقه بتاعته. على مدار السنين كتير جدا من اول مراحل السنه بتاعته كلها هو هداف الفرقه. وبال 30 جون وال 34 جون في المواسم. بس انا قلت ممكن برضو فرصته تبقى في النادي الاهلي احسن. والنادي الاهلي لما بيلعب ماتش مع النادي الاهلي بيسمعك بشكل كويس. بس جه قال لي لا انا مش هاخد فرصه. فبرضو كنت مصمم اللي هو بقى موجود في النادي الاهلي. مره واحده بقى لقيت انا اخرته. يعني بامانه برضو ليه فرصته في النادي الاهلي برضو ممكن تبقى صعبه. الضغوط على المدير الفني والضغوط علينا كنادي اهلي في حاجات كتير قوي ممكن ما تساعدوش. فهو خد القرار وكان القرار بالنسبه له الصح الحمد لله. يعني الفترة دي الحمد لله راح منها منتخب اولمبي. كان جاب 7 جون الدور الثاني مع فرقة الجونة. ماشي بشكل كويس. في حاجات كتير قوي طبعا مع مساعدته طبعا بأمانة برضو كابتن نادر شاوي وكابتن حسام غالي برضو كان لهم دور كبير جدا معاه. وما زال الدور موجود. زمايله اللي اتنقلوا مع أكرم توفيق وأحمد حمدي السنة اللي فاتت برضو فرقوا معاه طبعا. برضو طبعا. انت عارف روح النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتحس ان هم جيل واحد برضو خلي بالك اكيد. وكمان انت برضو هو متعود على المكسب في النادي الاهلي. فما اي لعيب بيطلع من النادي الاهلي يروح اي فرقه او بيطلع يعار لاي فرقه هم حاسين ان لعيبه النادي الاهلي متربيه على الحته دي كويس قوي. متربيين من صغرهم. حتى الولد لما بياخد مركز ثاني بيحس ان هو ما خدش بطوله. هو خلاص اتعود على كده. فما بياخد اي لعيب. فالحمد لله احمد راح اعتقد التجربه كانت ناجحه بالنسبه له. وانا ما كنتش موفق انا كاسر فيها اللي انا كنت مصمم اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي. فعلا ما كانش ممكن كنت فرصته تبقى ضئيله اقل طبعا. ما فيش شك برضو كان الكابتن حسام البدري كان له دور كبير جدا وجود احمد في الدرجه الاولى واداله فرص كتير في الماتشات الوديه وكان عنده ثقه فيه. ده يعني هو احمد اعتقد صعد ايام الكابتن حسام البدري وجاز اللي كان موجود كابتن احمد ايوب وطارق سليمان والمجموعه اللي موجوده وكابتن برضه صلاح حافظ كان موجود. ف
وبعد كده خد طريقه اللي هو في الجونه، واعتقد يعني ماشي الحمد لله، ماشي بشكل كويس، وزاروا كلهم برضو في الامم الافريقيه بشكل كويس. هنتكلم في تفاصيل الموضوع ده اكتر يا كابتن، بس خلينا نتكلم عن ياسر ريان شويه. البدايه كانت